السلام عليكم، مساكم الله بالخير. السوبر جان 90-90، المسافة 32 متر، بنجرب الرماح الآن. للأمانة الكاميرا موجودة معي، لكن الدربيل ما تجي على الكاميرا صح بسبب القاعدة، ولكن إن شاء الله عز وجل بوريكم التصوير بعد ما ننتهي. علينا هواء زي ما تسمعون الآن، قوية الهواء الصدق، يعني تقريبا 18. البندق بما انها هاي باور تصنف من البنادق يعني القوية جدا، وبدون منظم اضطريت اني اشبكها على منظم على الاسطوانة نفسها، واثبت المنظم على 100 لاجل فقط اجرب التجميع. يبي يكون طبعا الرماية بتكون بال 25 جرين كذلك، وبال 23 جرين، ال 34 جرين، وبنجرب ان شاء الله انواع اخرى كذلك من اسلك. البندق طبعا قوية جدا للأمانة، قوية البندق عندي من زمان، لكن للأمانة اثنين وثلاثين متر، للأمانة ما جربت مرة اني اقوس سرعتها الا مرة واحدة، وكنت ناسي لا احط القمع اللي هنا، فما كانت سرعتها مناسبة، لكن عطتني سرعات عالية جدا، عطتني على 34 جرين 1111 أو 1110، وعطتني على على 25 جرين 1160. بندق تعتبر هاي باور. أكثر استخدامها للرش الحلبي، للصيد، للطيور الصغيرة، الطيور الكثيرة، لكن أنا الآن أجرب الرصاص العادي سنجل على وحدة وحدة، وبنشوف الآن، ما أبغى أطيل لأني بينزلها إن شاء الله تقرير كذلك، وممكن أضيف المقطع هذا للتقرير، وبتكون فيه رمايات بفيديوهات أخرى. فكينا اللي، والآن بنروح نشوف التجميع على 25 جرين. طبعا 25 جرين أنا اضطريت أني أنزل في المنظم الرئيسي حق الأسطوانة إلى تقريبا 100، وأرمي بالسرعة الأولى، لأنها هي تيجي سرعتين، أرمي بالسرعة الأولى لأجل تكون السرعة منخفضة علشان أشوف التجميع. طبعا على سرعة 946، علما أن السرعة اللي تجيب هالبندق على 25 جرين تجيب 1160، يعني هاي باور. هذا تجميعها على 32 متر، طلقتين، طلقة طلقة طلقة. طبعا هذه التجميع هذا أعرف أن حقين الدقة في الرماية ومسابقات ما راح تعجبهم، لكن البندق صيد بسرعة 1160 مثلا، أعتقد أن هذا للصيد كافي ووافي. يعني 1160 و1111 بال 34 جرين، يعني رقم حقيقة قليل من البنادق اللي يجيب الرقم هذا.